السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد المطوع من فيديو جيم ستيشنز في جي اس، واليوم جايب لكم فيديو تحليل او توضيح حق طرق القتال وطرق شلون تقدر تسوي المهمات في لعبة سبلنتر سيل بلاك ليست، لعبة توم كلانسي الجديدة. طبعا صراحة نزل تريلر جدا 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 رهيب، وحسيت انه لازم نسوي حق هالفيديو تحليل، لانه صراحة كلعبة تخفي شكل اللعب راح تكون يعني محطمة خلينا نقول. فاللي راح يصير انه راح ينعرض التريلر، وانا متى ما حسنا في وقت مناسب راح اوقف وراح اشرح وش قاعد يصير. فحيال خلنا نبدي. بسم الله الرحمن الرحيم. You think you know Splinter Cell? Think again. As Sam Fisher, outsmart your enemy by choosing whichever playstyle best fits the situation. Own the darkness as a ghost. Perfect the predatory skills of a panther. Or abandon stealth and accept the consequences of detection in assault mode. اوكي، فهالجزء من التريلر كان بكل بساطة يشرح لنا الانواع او طرق القتال اللي انت راح تستخدمها في لعبة سبلنتر سيل. طبعا في ثلاث انواع: الشبح والنمر والاسولت، ان انت تطلع علني ولا يهمك. فحين خلينا نرجع نشوف شلون يشرحهم. Let's take a closer look at how to stay one step ahead of your enemy. As a ghost, you'll infiltrate without a trace. Use non-lethal takedowns to silence targets. Use your versatile tri-rotor drone to mark, distract, or neutralize your enemies. Avoid detection at all costs. Your iconic trifocal goggles help you track your prey almost anywhere. Use sleeping gas to knock out your targets, one at a time or as a group. With the right tactics, ghosts can complete missions without ever using lethal force. الشبح طلع انك انت دائما تكون متخفي وما تقتل اعدائك، يعني تستخدم كل الاشياء اللي رواكميها، تستخدم الطيارات لهم الدرونز الصغار، تستخدم القنابل اللي عندك، تستخدم التكنولوجيا اللي عندك انك تقدر تشوف العدو مالك وين راح، بس علشان انك انت ما تطلع قدامه او ان انت ما تثير اي شبهات، تكمل المهام بدون ما تقتل احد ومن دون ما تثير اي ضجة. As an assault operator, you can abandon all attempts at stealth. Just be sure to leave no witnesses behind. If detected, use your last known position to deceive your enemies and gain the upper hand. You can also use human shields for protection or for destruction. As Sam Fisher, طبعا هالجزء يبين انه واضح، اسولت يعني خلاص انت تطلع علني وتروح وتقاتل بدون ما تفتكر في الموجودين، لكن اهم قاعده انك انت ما تخلي اي شهود وراك، يعني لازم تقتل كل اللي تشوفك. وفي طرق اخرى بعد تقدر تستخدم، على سبيل المثال التكنولوجيا اللي عندك، علشان انك انت تقدر مثلا على سبيل المثال تخدع شخص وتراوي مكانك القبلي وانت تفتر، تقدر انك تستخدم اللي تيودهم علشان يكون لك دروع بشرية، يا ان تتخبى وراهم يا ان تفجرهم اصلا وتفلتهم على ربعهم. فالاسولت بكل بساطة انك تطلع علني وتقلب اللعبة الى لعبة شوتر. As a panther, unleash your predatory skills by permanently silencing your targets while avoiding detection. Stalk your prey from the shadows. Mark targets and execute them with your silenced 5.7 pistol. Or for close quarters combat, use your karambit. بانثر، الفرق اللي بينه وما بين الجوست يعني الشبح والنمر، الفرق اللي بينهم انه في الشبح اللي شرحته قبل ان انت ما تقتل اعدائك، تستخدم طرق يعني غير قاتلة. اما بانثر لا، انت تقتل اعدائك ما تفتكر فيهم، بس في نفس الشيء نفس الجوست انك انت لازم تكون متخفي. The blacklist threat is deadly and unpredictable. To stop it, adjust your tactics on the fly. Welcome to a groundbreaking Splinter Cell experience.
في النهاية اللي قالوا في التريلر ان تقدر تستخدم اي طريقة من هالطريقة عشان تحل المهمات على راحتك يعني بالطريقة اللي انت تشوفها مناسبة. وبعدين رونا شي تحصيلها سويت بري اوردر. الحين راح اتكلم بشكل بسيط عن وش رايي في التريلر. طبعا الشغلة الحلوة صراحة اللي شفتها ان انت ملازم تستخدم طريقة واحدة عشان تكمل مهمات. لعبة تخفي احيانا اذا تشوفوك خلاص يعني ميشن فيلد، اما هني لا، انت تقدر تسوي اللي يعجبك وتغير طريقة قتالك نفس ما انت تشوفها مناسبة. فصراحة الشغلة جدا 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 عجبتني. فاهم وش رايكم في لعبة سبينترز الشباب؟ كتبوا لي تحت رايكم في الكومنت سيكشن. واذا عجبكم الفيديو شباب لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب كومنت رايت وتحطون الفيديو في المفضلة. طبعا اذا عجبكم تابعونا على فيسبوك /VG Stations، تويتر @VG Stations. كان معاكم محمد المطوع حبيب قلبي، شكرا على متابعتكم، مع السلامة.